إلى القسم الثاني هو الآن والجولة 24، حيث حقق رائد القبة فوزا هاما على ضيفه وفاق المسيلة بهدف دون رد. المواجهة دخلها أصحاب الديار بنية الفوز، حيث تمكن رفقاء مترف من خلق عديد الفرص السانحة للتهديف، لكنها فشلت في زيارة الشباك خلال المرحلة الأولى قبل أن يتمكن المهاجم حنيفي من تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة عند الدقيقة 76 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الرائد الذي حافظ على كامل حظوظه في تحقيق الصعود. الزميل محمد قريشي حضر المواجهة بملعب بن حداد بالقبة وعاد بالتصريحات التالية. هذا الماتش سان تورنو بارمي لي تورنو لي تورنو تاع هذا الباركور تاعنا. الحمد لله الحمد لله، حنا على بالنا بلي علينا ضغط كبير، مي الحمد لله عندنا فريق ومام لي سيبورتور مامنين بالطلعه ومامنين بالفريق تاعهم. لي جوار بلوز او موان اليوم كانوا عندهم هذيك الحاجه اللي كانت تخصهم، نقول فوز مستحق رغم يعني اون ايكيب كورياس كومام تاع مسيله. الكونكيرون تاعنا ديريكت بارمي لي دو زوت اللي بقاو ربحناه الحمد لله. جيسبر كو لي بروشان ماتش ان شاء الله نزيدو نكونفيرميو. وعرف كورونا في داري ماتش كي يشوف بيبليك، هذا في كورونا في داري ماتش اللي سلكنا هنا الحمد لله. سي بارمي لي تورنو تاع الطلعه هنا مع كونكيرون ديريكت ربحنا اليوم الحمد لله. كل حال الفريقين يعني في زوج فرق، في زوج فرق محترمه، في زوج فرق قادمه، ولكن كاين عوامل مثل التحكيم اللي الله يهديهم ان شاء الله. هذا احنا قلنا جاء حكم دولي يدير غلطه فادحه كيما هذه ويخسرنا مقابله كيما هكذا.